يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، ونرحب بكم في اول او في بدايه ثاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. هنتكلم في الفقره دي عن موضوع زي ما قلنا لكم ونوهنا اكثر من مره انا ونهاوند على مدار الحلقه، موضوع في منتهى الاهميه. هنتكلم عن السمنه وتاثيرها على صحه الانسان وحتى صحه المخ والاعصاب. هنتكلم في ازاي نقدر نخس بطريقه سليمه وبشكل صحي وامن، ودي اهم نقطه. الكلام هيكون مع دكتوره ايمان المراكبي، استاذ طب المخ والاعصاب وكمان الطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك يا دكتور. صباح الفل على حضرتك واهلا وسهلا بيك، وسعيده ان انا معاكم النهارده. شرف لينا، منورانا. الله يخليك، شرف ليا والله. اعتقد الكلام عن السمنه حضرتك يعني ما بيعديش عليك يوم من غير ما تلاقي على الاقل واحد يتكلم معاكي في التفصيله دي. طبعا يعني طبعا هي افه عند ناس كتير، اكيد اكيد، وليها مرجعيات مختلفه، ومنهم فئه من الناس. بالمناسبه كان في حد بعت، كانت نهاوند حتى قالت الكلام ده من شويه، في مشاهد كريم اسمه الاستاذ سعيد لو انا مش غلطان، مشكلته الرئيسيه مع السمنه انه بيحب الاكل. ايوه، يتوق الشهيه وحب الاكل نفسه. فاللي زي استاذ سعيد يتصرفوا ازاي بدايه كده؟ هو طبعا ده مشكلته في الشهيه، ان هو ما بيقدرش كنترول يعمل تنظيم لمساله الشهيه. فده طبعا حله لو ما قدرش يقاوم بنفسه كده ويبقى عنده اراده قويه، لا لازم نلجا لحاجات مساعده. زي ايه؟ زي منتج اسمه بيستا. المنتج ده مكون من الياف طبيعيه، ثلاث الياف اساسيه اللي هم السيليوم ورده القمح والشوفان. أوكي. الثلاث يعني الياف غذائيه دي او الالياف دي طبعا طبيعيه جميله جدا جدا، ما بتاثرش على الانسان في اي حاجه، لانها بتنفش في البطن وتملى المعده، فالانسان بيحس دايما بالشبع يعني وشبع. ايوه، فاحنا بنضحك عليه بقى، هو بيحب الاكل. أوكي. حتى لو حب الاكل هياكل من هنا ومن هنا ومن هنا، بس ايه، كميات قليله، فمش هيبقى حرم نفسه، لان هو بالذات اللي هو شره للاكل ده لازم نعمل معاه الحركه دي. لكن الحكايه دي ملهاش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بكيمياء المخ. هي ليها علاقه طبعا، ليها علاقه بكيمياء المخ. هقول بقى، اولا القصه حب الاكل دي ممكن تكون راجعه لحاجه نفسيه، يعني ممكن يكون عنده اكتئاب، ممكن يكون عنده توتر. في ناس، انا مثلا ايام الامتحانات ايام كليه الطب كنت دايما اخس، يقعدوا يقولوا لي يا بنتي ده انت كل لبسك وسع عليكي. هو كده، انا مع الاسترس اخس قوي. في ناس تانية مع الاسترس بالعكس تفتح معاها الحكايه، او الشهيه بقى والتلاجه بالليل طبعًا. يفتحوا التلاجه يقعدوا بقى يدوروا حتى لو حاجه ما بيحبهاش. بصفه خاصه كمان بيبقى دايما الاكتئاب والزعل عندهم مرتبط بالشوكليت، الدارك شوكليت والايس كريم والحاجات دي. يا ريت دارك شوكليت ده بتاكل الشوكليت اللي بالملك. بالظبط. الفكره كلها بيفضل طبعا الانسان ياكل كتير من غير وعي، فده بيعمل لنا مشكله في الاخر. يعني انا دلوقتي هتصرف ازاي؟ اخد بقى الالب مالتي فيت. الالب مالتي فيت هيساعدني جدا، هيعمل لي شبع، يخلي معدتي تتملي بحيث ان انا اقدر اكل يعني حاجات صغيره من كل حاجه. اوكي، تمام. تاني حاجه بقى ميزته كمان ان في مواد كويسه زي الكروميوم. دلوقتي على الالب مالتي فيت ولا على بيتزا؟ لا، على البيستا اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو بتاع الالياف ده. البيستا بقول معاه بقى حاجات فيتامينز جواه، الكروميوم ده 500 ملي جرام، ده بيزود الحرق بتاع النشويات. معاه فيتامين سي 30 ملي جرام، معاه ماده كمان ال كارنيتين 50 ملي جرام. الحاجات دي كلها بتساعد في حرق النشويات وحرق الدهون بدون دخول في تفاصيل، لكن بتحرك الدهون المختزنه في الجسم تبتدي تفتتها والانسان يستفيد بيها، بتتحول كطاقه يعني. جميل. امتى الشخص اللي بيعاني من السمنه بيبقى مجبر وما قدموش بديل عن اجراء عمليه جراحيه؟ تمام. سواء تحويل مسار، يعني تكميم، تحويل مسار او تكميم او بالونه او الكلام ده كله. دوت بقى يعني انا بعتبره الشخص اللي هو يائس تماما من الموضوع. المفروض ان انا ما الجاش للموضوع ده الا اذا فعلا جربت كل حاجه، حتى الوسائل الطبيعيه زي البيستا والكلام ده، ابتدي بعدها افكر في حاجه زي كده. فانا ما بحبش العمليات الجراحيه. اكيد حضرتك سمعت عن ناس كتير، وحتى منهم فنانين على فكره توفاهم الله اثناء عمليات زي دي، وفي ناس ظبطت معاهم وناس ما ظبطتش وناس اتوفت. بالظبط. وناس بعد العمليات حياتها النفسيه بيحصل اضطرابات. يعني انا اعرف ناس شخصيا بعد العمليات من هذا القبيل، لا الشخصيه اتغيرت خالص. يعني بعد مثلا ما كانوا شخصيتهم طيبه مش عارفه، تحس ان هم بقوا عدوانيين شويه. تحس ليه بيحصل تغيرات؟ لان نتيجه ان هي جعانه طول الوقت. يعني هي طول الوقت جعانه فعايزه تاكل، فهي ما حققتش برضو اللي هي عايزاه. يعني عايزه تاكل بس ما اكلتش لان معدتها مش مليانه.
انما البيستا بيملى لي المعده، فانا بحس بالشبع. انا الفكره كلها في ان انا احس بالشبع. حضرتك قلتي من ضمن مكوناته، من ضمن الحاجات اللي قلتيها، قلتي الشوفان. بالظبط. والشوفان من الحاجات اللي بتتقال في الحالتين وبيتنصح بيها للاثنين، للي عايز يزيد واللي عايز يخس. ايه تمام. بقى الحكايه دي؟ حلو قوي. هو وعلى فكره انا اسف المقاطعه، والتونه برضه بتتقال للاثنين. ايه صح. ايه سر صح. الحكايه دي؟ دي حقيقه. الشوفان الفكره ان هو بينفش في البطن خلاص، فهو بيعمل لي احساس بالشبع. فكده لو انا عايزه اخس يبقى انا اخد شوفان. حلو. طيب لو انا بقى اخدت من الشوفان كميات كبيره اكتر من الجرعه اللي المفروض ان انا اخدها في اليوم، او الكميه اللي المفروض كده، يبقى في زياده بقى. ايوه. يبتدي بقى ما انا عمال املى البطن املى البطن، بس وصلت لمرحله ان خلاص باخد اكتر من احتياجي. اوكي. فبرضو الفائض هيخزن لدهون ونتخن. هي دي الفكره كلها. فاذا الشوفان ممكن يخسس لو استخدم بطريقه، وممكن يتخن لو استخدم بطريقه ثانيه. طيب اللي بيعاني برضو من السمنه، هل يعتمد بالكامل على ارادته هو شخصيا، ولا بيضطر في بعض الاحيان للجوء لعلاجات معينه او مكملات او ايا كان المسمى؟ والله انا بفضل ان انا الجا لحد، لان انا مؤمنه بحته ادي العيش لخبزه. انا دلوقتي لما حضرتك تيجي لي، سواء انا بقى دكتوره مثلا نفسيه لو عندك اضطراب في الشهيه او حاجه، تعالي لي وانا اشوف ايه الموضوع. ما انا ممكن اعالج الاكتئاب، اعالج التوتر، الموضوع يتحسن في الشهيه. تمام. طيب واحد ما عندوش اي حاجه من الكلام دوت، وهو خلاص يعني لا عنده اكتئاب ولا عنده توتر، بس هو طبيعته كده. في عائلات كده اتربوا على كده، الام طول النهار عماله تعمل في محشي وعماله تعمل في حمام محمر وبط ووز، ويجيبوا الوز مش عارف من البلد وكلام ده. على فكره كالتشر ده في الدكاتره. انا اعرف ناس عندنا يعني بدون طبعا ذكر اسامي، عندهم البط والوز ده عشق يعني. اصل خلي بالك حضرتك من حاجه، حتى برضو كنت بقولها من شويه، الاكل بطبيعه الحال من مباهج الحياه. بالظبط. بالظبط. من الحاجات الحلوه في الحياه. بالظبط. من النعم. بالظبط. يعني ده هي الجنه في القران بيقول ايه؟ طبعا. ولحم طير مما يشتهون، صح ولا لا؟ طبعا. فاذا فعلا الاكل كده، بس الفكره ايه؟ ان احنا في الدنيا بقى عايزين ناكل كميات قليله عشان شكلنا يبقى حلو، لان احنا ما حدش قال لنا في الاخره ان احنا ده هيتخن ولا مش هيتخن. احنا خلينا على مستوى الدنيا. طب على مستوى الدنيا احنا في كيس معانا. تمام. الاستاذه ايمان لو انا مش غلطان. ايوه. نتعرف على تجربتها في فيما يتعلق بمساله علاج السمنه. تمام. اتفضل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل، من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطوله وما كنتش عارفه انزل الوزن في وقت بسيط. فانا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص. كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه، لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر، هي بيستا. طب دي تجربه ناجحه ونتج عنها بطولات بتتحقق وحدوته كبيره. برافو عليها والله. لان اللي هي عملته كمان دي رياضيه يعني، ما سابتش نفسها. ياما رياضيين لما زادوا في الوزن سابوا الشغلانه دي وفتح بقى مطعم، عمل حاجه تانية. يعني ما شافش بقى المستقبل بتاعه العادي. طبعا. يعني طبعا. فهي انا فعلا بحييها على شجاعتها وعلى طبعا صمودها وارادتها. طبعا. وفي نفس الوقت كمان ان هي استخدمت البيستا، هي بصراحه انا معاها قلبا وقالبا. حاجه طبيعيه، جسمي مش هيتاذى منها في اي حاجه. ممكن نستخدمها للاطفال من سن 13 سنه لحد الكبار، كبار قوي اللي هو اللي عندهم ضغط وسكر ومشاكل في القلب وكل الامراض المزمنه. حتى لو امراض مزمنه عادي يقدروا يتعاملوا. عادي جدا. ما هم دول ما بيقدروش يروحوا الجيم. يعني انا دلوقتي اقدر اروح الجيم، حضرتك تقدر تروح الجيم. أوكي. الجماعه الكبار قوي اللي هم بقى ماشيين بعكاز. طبعا. او لا قدر الله ما بيقدروش يمشوا او كده، الناس دي هتعمل ايه؟ ما هي لازم تحس بالشبع، والا طول الوقت قاعدين في البيت، والقعده في البيت بتزهق على فكره. طبعا مليون في المية. القعده في البيت بتزهق، تخليك تاكل اكتر ما انت عاوز. يعني انت بتفتح التلاجه بتاكل اي حاجه، زهق من باب الزهق. اللي هو ايه، انا قاعد طب هفكر في ايه؟ هفكر في الاكل. طبعا. على طول. فاذا الجماعه كبار السن دول بصراحه البيستا ساعدهم جدا جدا في نزول الوزن.
انا لسه امبارح والدتي لما شافتني على التلفزيون فلقيتها بتكلمني بتقول لي ممكن تجيبي لي بيستا باي طريقه، والله العظيم. فانا بقول لها ده انا كده نجحت بقى. هي متفاجئه بالموضوع ولا ايه الوالده؟ لا هي انا بصراحه ما كنتش يعني مخبيه عنها المنتج ولا ايه؟ لا هي انا ما قلتلهاش عليه خلاص. فهي ماما طبعا عارفه ان انا بطلع في التلفزيون بتكلم على ادويه ساعات كتير فشافتني على الهواء قفشتني على الهواء. فقالت لي يا ريت وانت جايه تشوفيه لي في اني صيدليه وانا مستعده اجيبه يعني. تحياتنا للوالده لو بتتابع. الله يخليك الله يخليك. طبعا اكيد بتتابعنا. فشوف اول ما ضربت ودنها كلمه كبار السن لان هي ماما ايه متخيله، هي ماما اون دايت على فكره بتعمل رجيم عشان هي عندها مشاكل في القلب وكده وضغط وكده، ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لي يا رب. امين يا رب. فهي الحقيقه اول ما سمعت، هي بتعمل فعلا دايت وما شاء الله عندها اراده وماشيه كويس، اول ما سمعت قالت لي انا عاوز انزل بسرعه يعني. فالسرعه برضو البيستا بتساعدنا في حته السرعه، بننزل بسرعه من 18 ل 12 كيلو من 8 ل 12 كيلو في الشهر بمنتهى الامان. طب عايز ايه اكتر من كده؟ يعني لو واحد 25 كيلو محتاج شهرين. طبعا شهرين اتنين وينزل للنورمال بتاعه. فاذا هي فعلا المريضه، طبعا بنعتبر ان السمنه دي مرض، المريضه اللي طلعت قدامنا لا بصراحه ممتازه، دي انقذت نفسها من امراض كتير جدا، امراض السكر والضغط وجلطات المخ على فكره، لان احنا جلطات المخ بتحصل نتيجه ايه؟ السكر والضغط. طبعا. فاذا انا لما يجي لي سكر بيتسبب فيهم السمنه بالظبط، فاذا بطريق غير مباشر ممكن يحصل جلطه في المخ، ممكن امراض كتيره جدا. طيب فكره المبدا الحسيه ممكن يتحقق من غير ما يكون في اي اثار جانبيه، من غير ما يكون في اي اعراض؟ أيوة. مش لطيفه. تمام ما شاء الله حضرتك بتجيب اسئله في الجون يعني. والله الكلام بيجيب بعض. احنا في قناه ايه النادي الاهلي مش كده؟ يبقى احنا ايه بنجيب جون اهو. طيب طبعا اهم حاجه ان انا اخد بالي من الفيتامينز وانا بخس. فالحقيقه البيستا محطوط عليها فيتامينز زي ما قلنا ومينرالز معادن وفيتامينات كويسه جدا، لكن لازم اعزز المناعه اكتر بان انا اخد حاجه اسمها الب مالتي فيت. تمام. الالب مالتي فيت ده المنتج الاقوى والاشمل اللي فيه 13 عنصر محتاجه جسمي من فيتامينز ومعادن. فده الحقيقه لو اخذنا الاثنين، وانا شفته منزله على الشاشه البيستا مع الالب مالتي فيت، الحقيقه بتيجي نتائج هايله بدون اي مشاكل، زي تساقط الشعر ما يحصلش، الخمول، الشحوب، الهمدان، الهذيان، عدم التركيز. دايما بقولها ان ساعات بيجي لي مرضى باغماء نتيجه رجيم غلط. للدرجه دي؟ والله جات لي حاله وفعلا اغمى عليها واتضح، طبعا اهلها جابوها لي عشان انا مخ واعصاب. قعدنا بقى نشوف بقى ايه الحكايه والتاريخ المرضي، في الاخر قلت لها بقول لك انت بتعملي رجيم؟ قالت لي يا دكتوره، مامتها بقى قالت لي بصي يا دكتوره دي منعه نفسها من الاكل تماما. قلت لها لا انتوا فاهمين يا جماعه رجيم غلط. على فكره انا في الرجيم باكل ممكن اكتر من العادي، بس باكل اكل كواليتي مختلف. يعني ايه باكل اكتر؟ باكل اكتر نتيجه ان انا باكل الصبح وجبه فطار، بعد كده سناك في النص، بعد كده حاجه في الغداء، بعد كده سناك، بعد كده عشاء. فانا اذا اكلت اكتر من العادي. ده خمس وجبات بالميت كده. تخيل بقى حضرتك. انا لو على فكره عايزه ازيد او عايزه اخس لازم هاكل خمس وجبات، يعني ثلاثه واثنين سناك. دي مفاجأة، الناس تقول لك الله طب أنا عايز أخس. أنا عن نفسي أول مرة أسمع كده الحقيقة. أيوة ليه بقى الفكرة يعني معروفة بالنسبة للي عايز يزيد، لكن أيوة لكن إزاي اللي يخس ياكل خمس مرات؟ بالعكس، أنا كل ما أعلي الحرق بعود جسمي إن أنا أدخل لي أكل، فأنا محتاجة أحرق وأحرقه، يبقى أنا كده بنشط الحرق، وده اللي بيزوده على فكرة الكروميوم دوت، بيزود الحرق بنسبة عالية لأنه بيزود حرق النشويات ويحولها لي لطاقة. فبالعكس ده أنا ساعات ما أكلش أتخن، عكس ما الناس فاهمه. في ناس كده على فكره. ده في ناس تقول لك ما معناه ان انا على الريحه بتخن بالظبط يعني. ليه بقى؟ لان هو لا بيمارس رياضه، ما بيتحركش من مكانه، قاعد طول النهار على الكنبه لغايه ما بيجي له بقى ركبه تبقى فيها مشاكل. ما يعرفش يتحرك، يعمل عمليات رباط صليبي. يجي طالع السلم يقول لك رجلي اتعملت وحصل لي مش عارف ايه وعملت عمليه رباط صليبي. طبعا رباط صليبي ده بيقعد تعبان فتره طويله زي ما اللعيبه بنشوف معاهم. انا عايز استغل ان احنا ما عندناش اكتر من دقيقه او دقيقه ونص تقريبا على نهايه الفقره والحلقه بالكامل، عايز نصيحه من حضرتك تنصحي بيها كل الناس اللي بتعاني من السمنه، تقولي لهم يحققوا الحلم اللي هم بيحلموه ازاي باكثر الطرق امنا وامانا. تمام. طبعا زي ما قلنا هنستخدم الطريقه اللي احنا قلناها اللي هو البيستا، هنستخدمه قبل الوجبتين الرئيسيتين. بيبقى كيس بندوبه على مية أو على عصير أو على لبن منزوع الدسم. أوكي. خلاص قبل الوجبات بنص ساعة.
على فكره انت ممكن تاخد قبل 3 وجبات، يعني لو الوزن جامد قوي ممكن ناخد قبل 3 وجبات. احنا بنقول بس عشان تبقى الحكايه اقتصاديه تبقى قبل الوجبتين الرئيسيتين. لكن لو انا عندي تصوير زي النهارده مثلا وكده اخد 3 مرات مش مشكله، هو امن مفيش فيه مشاكل يعني. والقلب مالتي فيت الصبح بعد الفطار، قرص واحد الصبح بعد الفطار بس. يبقى انا كده ده الكورس. ايه تاني بقى؟ الاكل، نوعيات الاكل نفسها. طب ازود خضروات، ازود ميه كتير، لازم اشرب ميه كتير لان الدهون اللي هتسيح دي وتدوب معايا وانا بخس هتروح فين؟ ما هتروح على البول، يبقى لازم تدوب في حاجه، يبقى تدوب في ميه عشان تنزل في البول. طبعا طبعا. يبقى الخضروات تزيد، الفواكه نزود الفواكه الامنه اللي هي ما تتخنيش، يعني بلاش العنب، بلاش الكريز، الكرز والحاجات دي كلها. العنب اللي من فيها الفواكه اللي بتتخن؟ طبعا. واحنا عندنا في الصيف ما شاء الله تقعد في الساحل الشمالي في البلكونه طبعًا. وتفضل بقى العنبه ورا العنبه بياكل تكعيبه وهو قاعد. ما هو تكعيبه وتضرب بقى تلاقي نفسك الوزن ضرب منك بدون ايه ما تحس. وطبعا العنب المصري بقى ما شاء الله فيش احلى منه يعني. طبعا جميل. فالريجيم لازم، لو انا دلوقتي عندي تارجت بلاش الحاجات اللي فيها سكر كتير. طيب تاني حاجه ناخد بالنا منها، كوبايه الشاي اللي بتحط عليها معلقتين وثلاثه سكر، وفي ناس بتحط 5 معالق سكر. الشاي والقهوه يا جماعه، القهوه بتتشرب بدون سكر، هي حلاوتها ان انت تستطعم الفليفر بتاعها، لكن لما تحط عليها سكر يبقى انت كل يوم داخل لك كميه سكريات غير طبيعيه. نقطع الكلام ده كله. الناس مش بتستطعم، يعني اللي بيعمل كده مش بيستطعم المشروب غير بالكم ده تحديدا من معالق السكر. جميل قوي. نقدر نحط السكر اللي هو الطبي اللي يقدر يعوض لي الحاجه دي. وعلى فكره في دلوقتي انواع كتيره جدا من السكر امنه، مش هنقول اسماء، لكن امنه جدا وبتبقى الكالوريز فيها قليله، وممكن تحط بس نص معلقه سكر تديك الايفكت بتاع 3 معالق. انا عايز استاذنك يا دكتوره تنورينا في حلقه تانية، لان الحقيقه الحديث شيخ ومهم جدا ومفيد لناس كتير بتابعونا، ولكن احنا للاسف محكومين بمده زمنيه معينه. يا ريت تنورينا مره تانية ونكمل كلام في الملف ده ان شاء الله باذن الله. واوصي الناس بزياده البروتين. ايوه لازم نزود البروتين في الاكل، بس البروتين الصحي طبعا. يعني نقلل اللحمه الحمراء ونزود الفراخ المشويه الحاجات دي كلها، ويبقى كده احنا خلصنا اجابه السؤال الاخراني. انا بشكرك على وجودك معانا، نورتينا واسعدتينا وافدتينا كمان. ربنا يخليك يا فندم، سعيده وليا الشرف اني مع حضرتك. انا اساسا من الفانز بتوعك من زمان يعني. يسعدني ويشرفني، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب، ودايما منور البرنامج ان شاء الله. الله يخليك، منور بوجود حضرتك. بشكرك على وجودك، وبنشكر اكيد كل حضراتكم على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نلتقي على خير بكره باذن الله، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.